ميدان داحس والغبراء حصل فيه عالية نجد، وكان بين بني عبس من جهة وبين ذبيان من جهة، والسبب هو سبب المعركة من الأساس أنه هناك فرسان أو جوادان معروفان تسابقا، داحس نعم داحس لعبس، والغبراء لحذيفة بن بدر الفزاري الدبياني، أما داحس فهو لقيس بن زهير العبسي. فالذي حصل أنهم أقاموا بينهم رهانا على من سيفوز بهذا السباق الذي شاهده الناس كلهم، وكانوا يتحرونه بفارغ الصبر حتى يعرفوا من يكون السبق. وكان الجوادان طبعا من أشهر يمثلان القبيلة، مثل كل جواد يمثل قبيلة قبيلته، ومعروفان بسرعة العدو. لا أحد يسبق الداحس والغبراء في ذلك الوقت من أشهر الخيول، الخيول في الجاهلية لدى العرب. فالذي حصل أنه نشب خلاف بين حذيفة بن بدر زعيم بني، أو لا أقول زعيم إنما هو من رؤوس بني ذبيان، وبين قيس بن زهير سيد عبس على هذين الجوادين، ووضعوا رهانا لمن يكسب الرهان فإنه يستحق أن يدفع له 100 بعير. وكانت المسافة، مسافة السباق تقدر كما أوردها المؤرخون القدامى ب100 غلوة، والغلوة هي مقدار رمية السهم، مقدار مسافة ما يقطعه السهم تقريبا كده، نحددها فيما يقارب 12 كيلو مترا تقريبا، أو لا تتجاوز من 13 أو 15 كيلو متر في هذا الحدود. المهم أنه الميدان يعتبر 12 كيلو أو 15 كيلو، يعتبر ميدانا كبيرا يعترضه بعض الأودية وبعض الجبال، وليس من السهل اجتيازه على أي جوال. مو زي الحين معبد ومسافة. الحين ما شاء الله سباق الخيول مضمار ومزيان من المضمار الركض حقه، وتجتاز بسهولة. لما أجري السباق، بدأ السباق وضعت له بداية ونهاية معروفة، حدث خلل، هذا هو الذي أثار الحرب بين عبس وذبيان. خلل أو طريقة من الغش يمكن؟ فيها غش. إيه؟ أن أحد بني فزارة وهو حمل أخو حذيفة بن بدر، أخوه حمل يسمى حمل، اختبأ لداحس فأوعز إليه حذيفة أنك إذا رأيت الخيل تقدم داحس فرس عبس أو جواد عبس حصان عبس على الغبراء فرسنا نحن بني ذبيان، فعليك أن تقفز بوجهه كي يتراجع عن العدو فيخاف الحصان ويروح هذاك، فتتقدم عليه الغبراء. وهذا ما حصل بالفعل، ولم يكن أحد يعلم بتاتا عن هذه الخطة الموضوعة مسبقا قبل السباق بفترة فترة بسيطة يعني. وحينما بدأ السباق فعلا اختبأ حمل وفعلا استطاع أن يعترض طريق داحس بطريق المفاجأة، فجأة خرج له من مكان الاختباء، فارتاع داحس مما جعله يبطئ السرعة، يبطئ السرعة في سرعة العدو. هذا في نفس الوقت قدمت عليه الغبراء وفازت في السباق. واكتشفوا الجماعة فيما بعد في نفس ليس بعيدا من فترة بسيطة، وشى من وشى لقيس بن زهير فقال أنك قد غششت في هذا الشيء، ولم يكن السبق للغبراء إطلاقا، وإنما أنا رأيت كذلك فلان بن فلان، يقصد حمل بن بدر الفزاري، وقد اختبأ الحصان داحس، وعندما تقدم كان متقدما هو، فخرج في وجههم ما جعل الغبراء تتقدم عليه، فأنت مغشوش يا قيس في هذا السباق. فالآن غضب قيس بن زهير لهذا السباق،
ونتيجة لهذا ما أشعل فتيل الحرب بين ذبيان وعبس التي استمرت على حد ما قاله المؤرخون 40 سنة استمرت الحرب. 40 سنة، 4 عقود.